قرية جبلية من القرى النموذجية في ريف اللاذقية، وصلت إلى درجة عالية من الجمال والخدمات المتكاملة بمحبة أهلها وحرصهم عليها، إضافة إلى طبيعتها السياحية الجميلة. هي قرية بستا. تقع بستا في الجهة الشرقية من محافظة اللاذقية، وتبعد عنها 52 كيلومتر. تحدها من الجهة الغربية ناحية عين التينة وقلعة صلاح الدين الأيوبية، ومن الجهة الشرقية لها حدود مع حما، كما تحدها من الجهة الشمالية صلنفة وباب جنة، ومن الجهة الجنوبية ناحية المزرعة. ترتفع بستا عن سطح البحر 850 متر، ويحيط بها نهر الكرس من الجهتين الشرقية والشمالية، ونهر دير ماما من الغرب والجنوب. تتبع لها 16 قرية ومزرعة متوزعة ضمن بقعتها الجغرافية، منها الجويز، الكرس، بيادر الدرة، بقطارون، وجوبة نجم. يبلغ عدد سكانها نحو 7000 نسمة، ومساحتها 260 هكتاراً، كما تميزت بوجود 7 مداخل. هناك دلائل وأماكن تشير إلى قدم القرية، كالنواغيس التي تعود إلى آلاف السنين، والينابيع ذات البناء القديم كنبع العريمية، والطبيعة الجغرافية الوعرة المتميزة بتعرجاتها وانحداراتها. الخدمات المتعددة ارتقت بالقرية إلى التميز، وجعلتها نموذجاً يحتذى به في كل مكان، ولأهلها الدور الأكبر في تطويرها وتأمين الخدمات فيها، فقد قدموا أراضيهم في خدمة القرية من دون مقابل، وهو ما وفر على الإدارة المحلية استملاكها وتعويض الأهالي. أما اسمها بستا، هي كلمة فارسية معناها العاشق، وبستا معربة عامية تعني السرة، وبست روضة الورد وأرض وعرة، وأحد معانيها التي اتفق عليها الأرض ومن بسط واستوى منها.